أهلا بكم. ما أن تنتهي أزمة تتعلق بالعملية الانتخابية التي شهدها البلد في 12 من آيار الماضي حتى تبرز أزمة جديدة أقوى من سابقتها وأكثر تعقيدا، ففي الوقت الذي تصاعدت به أصوات الاحتجاج بشأن الفضائح والخروقات التي رافقت العملية الانتخابية وما ترتب عليها من اجتماعات ولقاءات عقدتها الكتل والأحزاب السياسية مع بعضها البعض وجلسات خاصة عقدها البرلمان ومن ثم الجلسة الخاصة التي عقدتها المحكمة الاتحادية والخروج بقرارات هامة لحماية العملية الديمقراطية، ومنها البت في دستورية قانون برلماني يفرض العد والفرز اليدوي في كل المحطات الانتخابية حتى عادت الأزمة من جديد، وهذه المرة تتعلق في تفسير قرارات المحكمة الاتحادية ذاتها الخاصة بفرز وعد نتائج الانتخابات. قرار المحكمة الاتحادية أشار إلى أن العد يتم في المحطات الانتخابية، مع وجود انقساما حول تفسير القرار بين طرف يرى أن المحكمة بإقرارها قانون التعديل الثالث لقانون الانتخابات سمحت بالعد والفرز اليدوي الكامل، وبين طرف آخر يعتقد أن الفقرة التي أشارت إليها المحكمة في العد والفرز الجزئي هي ما يعتمد بها فيها، فيما لم تصدر المحكمة توضيحا جديدا حول الالتباس. مفوضية الانتخابات العراقية التي بات يرأسها 9 قضاة منتدبين قررت أن إجراء عملية العد والفرز اليدوي يقتصر تطبيقها على الصناديق التي شهدت طعونا والمراكز الانتخابية الواردة في شأنها شكاوى أو تقارير رسمية بشبهات تزوير فيها دون غيرها، سواء كانت في الداخل أو في الخارج، وذلك احتراما لإرادة الناخب وحقوقه ما اعترضت عليه قوى سياسية تطالب بالعد الكامل. المراكز المطعونة بها وفق خبراء المفوضية تشكل نحو 10% من نتائج الانتخابات، ويتركز معظمها في كركوكا والأنبار وبعض المحافظات العراقية الأخرى من ضمنها مدن أقليم كردستان، ما دفع قوى سياسية فائزة إلى المطالبة بمصادقة المحكمة الاتحادية على النواب الفائزين الذين لم ترد بحق مراكزهم طعون. وفق معطيات فإن قرار المفوضية أو مفوضية الانتخابات بإجراء العد الجزئي سيسمح بتسريع التحالفات السياسية لتشكيل الحكومة، إلا أن هذا قد لا يحدث جراء إصرار أطراف سياسية أخرى بضرورة أن يكون العد والفرز كلي ليبقى الشعب العراقي يصارع دوامة أزمة الانتخابات. مشاهدينا الكرام، سنناقش في حلقة اليوم من برنامج أغلبية صامتة أزمة الانتخابات التي بدأت تتسع دون حلول ترضي الشارع والشعب العراقي أو تزيل ما يعانيه من مشاكل وهموم. وننوه أيضا مشاهدينا الكرام، في بداية الحلقة بإمكانكم المشاركة عبر مشاهدة البث المباشر عبر الصفحة الرسمية والوحيدة التي تحمل عنوان أغلبية صامتة. بإمكانكم أيضا عفوا مشاهدينا، بإمكانكم مشاهدة البث المباشر والتعليق على البث المباشر في صفحة تلفزيون الشرقية، وأيضا بإمكانكم التعليق على عنوان الحلقة المرفق في صفحة أغلبية صامتة أو من خلال إرسال الرسائل. وأيضا مشاهدينا الكرام، بإمكانكم المشاركة بالاتصال عبر الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة، وبالحديث عن العد أو إعادة العد والفرز اليدوي بصورة كلية أو جزئية، وأيضا إصرار البرلمان على إجراء العد والفرز الكلي لجميع المراكز الانتخابية، وبحسب مراقبون والتشكيك أيضا باعتماد الفرز أو العد والفرز الكلي لأن الخلل بالأجهزة الإلكترونية ولا تعتمد إلى معايير أو إلى جودة ولضمان أيضا العملية الديمقراطية وحقوق الناخبين. أيضا هناك دعوات ومطالبات من الشارع العراقي بإعادة العد والفرز اليدوي لجميع المراكز الانتخابية، ومثل ما التمسنا أيضا يوم أمس عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأيضا السقط الشعبي لما منذ 12 من أيار وحتى هذه اللحظة، والطبقة السياسية أيضا وأيضا الشد وجذب ما بين التحالفات والكتل عن تشكيل الحكومة آلت إليه الأحداث، من تزوير أيضا فاضح من حلق الصناديق وما إلى ذلك من
أحداث أخرى وصولا إلى تحطيم أجهزة العد الإلكترونية في جانب أيضا الكرخ، وما أيضا السخط الشعبي اللي تحدثنا عنه والغضب الشعبي أيضا حول الانتخابات التركية يوم أمس، وفي ظل ساعات أعلنت النتائج وحديث الشارع العراقي بأن المليارات الدولارات صرفت على العملية الانتخابية من أجهزة إلى مبالغ كبيرة أخرى إلى مراقبة أو مراقبين الكتل السياسية وما إلى ذلك، ولم تستطع هذه الجهات من حماية أصوات الناخبين في ظرف ساعات فقط. مشاهدينا الكرام، ننوه أيضا بعنوان الحلقة، ولكن قبلها نأخذ اتصال. عادل من ديالى. نعم عادل. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام. أخي بدون زحمة، عندنا مشكلة الكهرباء بديالة. نعم. عادل، إذا أمكن تنصل لي صوت التلفزيون وتسمعني عن طريق الهاتف. نعم نعم. أخي إذا ما صير زحمة، عندنا مشكلة الكهرباء بديالة. نعم عادل. صار لها يومين عقوبة جماعية لدياله. طيب. بسبب مظاهرة. طيب عادل. نعم، بسبب مظاهرة اتعاقبت دياله كلها. نعم. من يدفع يعني هذا ثمنها؟ الأطفال، الشياب، كبار السن، من يدفع يعني ثمنها؟ نعم. حتى هذه اللحظة عادل يعني الكهرباء منقطعة في محافظة. حتى هذه اللحظة. نعم. الأخبار تقول الخط رجع، وهذا الخط ما راجع. طيب. حتى هذه اللحظة كل 4 ساعات 5 ساعات يلا ساعة واحدة كهرباء. نعم. نعم عادل، نتمنى بأن توصل مناشرتك ونشكر مشاركتك واتصالك. نأخذ اتصال آخر. مالك من صلاح الدين. نعم مالك. عليكم السلام. مالك أنت على الهواء مباشرة. السلام عليكم. عليكم السلام. شلونك أستاذي؟ حياك الله. الأغلبية صامتة، الحكومة كلها أحزاب، يعني نقول فرهود فوق حرامية، كلهم طيب. حرامية يعني لا متى أصلاً، إلى متى؟ نعم مالك. أنا عندي نعم. شغلة ويا أستاذي الغالي سعد البزاز، أبونا وأخونا الكبير. مالك من صلاح الدين، نشكر مشاركتك واتصالك. لقمان من جلولة. نعم لقمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم تحيات السلام. تحيات أستاذ عمر. تحياتنا لك. هذا قبل سنة وهم نتصرف بك مرة ثانية، وهم تحاورنا شوي عن قضية الانتخابات أيضا. نعم. الموضوع بما فيه أستاذ الفاضل، بس لا تزعل عندي، يعني الوضع العراقي جدا صار مأساوي. نعم. زين، هاي أولا. النقطة الثانية، لا تأتي بخلق وتنعم مثله عار عليك إذا فعلت عظيمه. احنا خصوصا نحن العراقيين طلعنا الانتخابات باصواتنا صراحه. نعم. هذا نتيجه اصواتنا واصابعنا اللي انتهيناها، هاي اول نقطه. ثاني نقطه، طيب انا هسه معلم، اتحدى اي معلم اي موظف دوله يروح يشتكي هسه شكوى على اي دائره حكوميه اذا ما جاء شكر تقدير. يجي شكر طيب. تقدير للي تشتكي عليه، مو يجي شكر تقدير لهذا اللي يشتكي، لا، يجي شكر تقدير اللي تشتكي عليه بالفساد الاداري والفساد المالي، يشتغل. نعم. اي شغله الرشوة أي شيء تشتكي عليها يجي شكر تقدير من الدولة، من طيب. دائرة المخصصة إلى. طيب أمر وياي لقمان. نعم. لقمان، يعني لم تبقى إلا أيام قليلة على انتهاء عمر البرلمان الذي بدأ أولى جلسته بواحد تموز من عام 2014 وأيضا إلى واحد تموز من عام 2018. لم تبقى إلا أيام قليلة. اليوم هناك أيضا ما بين إصرار البرلمان ودعوات أيضا ومطالب جماهيرية كما بحسب ردود الفعل ورأي الشارع بالعدوى الفرز اليدوي بصورة شاملة ولجميع المراكز لعدم الثقة
بالمفوضين السابقين، بالإضافة لعدم مصداقية أيضا وجودة الأجهزة الإلكترونية. حضرتك كمواطن هل تتخوف من المرحلة القادمة في ظل الشد والجذب وأيضا اختلاف الرؤى والتفسيرات حول قرار المحكمة الاتحادية؟ كرأي خاص الإيراني المعلم، يعني كرأي خاص الإيراني كمواطن، نعم، ما أتوقع العراق راح يصلح أو يصير زين نهائي. السياسة ماكو أي وجه تغير، من وجه تغير نفس السياسة اللي أشوفهم بالتلفزيون وما يجتمعون، ما إجا عمر أو إجا علي أو إجا واحد غيرهم يشتغل على مدنه أصلا حتى المعرفة اشتغل. وطيب أنت تقول لي باقي كم يوم ينتهي، راح يدخل العراق في نفق مظلم، راح نتهجر. احنا طيب. الان تهجرنا مرتين، اتوقع هاي المره راح يطلع كلنا نطلع من حدود العراق راح يطلعونا 100%. شنو التغيير اللي صار وشنو راح يسوي لي هذا المرشح؟ سوى لي وش يسوي لي؟ كل شيء يسوي لي 300 مليار دينار صافين عليه راح اباء منصوره. طيب هذا لو صافين على الفقراء والمساكين مثلا يكون يحترمهم، واصلا احنا ما راح نسافر معهم، هاي قضيه سياسيه بيناتهم، هم راح يضربون سريد واحنا نباوع عليهم فقط لا غير. طيب لقمان، ما بين الجزئي وما بين العدوى الفرز الكلي، أنت كمواطن ما هو رأيك وبرأيك أيهما أفضل لمصلحة المواطن ولضمان حقه وأيضا لضمان العملية الديمقراطية؟ جابك أستاذ الخاص، هو ليش احنا نروح نسوي العدل الفرز لهم؟ عدم موظفين هم مختارينهم يسووا لهم اياه، مثل ما سوى عدل الفرز الاوتوماتي الالكتروني هم اللي يسووها. وليش حرقوا المخازن؟ ليش حرقوا الفنادق؟ هنا اكو جماعه هم فاسدين يعرفون بانه اذا صارت راح ينكشف سرهم، ينكشف فسادهم، فحلقوا له احتمال اصلا راح يصير اتعس من هذا اللي سووا عاد الفرد اليدوي. وش استفاده المواطن بها؟ اصلا انا حقنا رايح بها ولا عليها انا حقنا رايح، ما مستفادين كل شيء، انا فقط كاداه استخدام بده يستخدمونها لا اكثر ولا اقل، عشان العراقي صار كاداه مستخدمه. طيب كيف يستخدم؟ كيف يستخدم؟ انا اذا اعرف نفسي كنفسي الي شخصي لا أعرف أن صار أداة وسيلة إلى الدولة يوجهني وأنفذ، إذا ما أنفذ يجين عقوبة زين. فإذا هم سووا عبد الفرد اليدوي أو ما سووها في أصص هذه حاضرة كل شيء موجود مثل ما هم يدوا، لا أنا ولا أنت نقدر نغير كل شيء نهائيا. طيب. لقمان ذكرت أنه نحن أداة يتم استخدام الشعوب كأداة، هذه الأداة حضرتك يعني كمربي أو كمعلم أو كأيضا تدريسي، عندك مهام وعندك واجبات الارتقاء بالمستوى التعليمي، تقدم خدمة للبلد، أم اليوم يستخدم الشارع العراقي أو المواطن كأداة لمصالح حزبية أو لمصالح خاصة؟ جواب أستاذ الفاضل. طيب إحنا قبل ما ينتشن الطلاب بس الفصلي، طيب أكو تسرب أسئلة، طيب هل إنه هسه وزير الدربة اتخذها عادة الامتحان أكثر من 30,000 أو 40,000 طالب يعيد الامتحان؟ شنو ذنب الطالب؟ اذا المشرف التربوي مدير عام، شفنا مدير عام انت طلع عفوا، شفنا الوزيره جاء فد شيء، جاء رئيس الوزراء انطى عفا من الوظيفه مالته. طيب نعم. اكو فد مدير تربيه او مدير مدرسه جاء صار له 8 سنوات تغير مدير مدرسه؟ لا اخي، كل سنه كان كل سنتين اذا ثلاث اصبحت 4 سنوات يتغير مدير مدرسه، لازم يصير تغيير شامل اداره مدارس العراق كلها. شنو التغيير؟ احنا الفساد بيكثر يوم ورا يوم، التغيير او التغيير بالعراق يصير او بالدائره المؤسسه الدوله حتى ما يكثر الفساد. ما يصير فساد، عم يقول واحد بينهم ما باخذ نفس المكان، لازم ما يصير فساد. انا هسه بدنا نشوف الوضعيه بالتغيير. نشكر مشاركتك واتصالك، نعتذر منك لضيق الوقت. اخ لقمان من جلولا تحياتنا لك. ناخذ اتصال اخر. أبو محمد بن كركوك. نعم أبو محمد. السلام عليكم. عليكم السلام أبو محمد. أستاذ عمر شلونك؟ حياك الله. الله يسلمك. أنا حبيت أشترك بالحلقة اللي سابقة مالت تسريب الأسئلة. طيب راح نتداولها إذا الله. نعم. لا أنا آسف بس عندي ملاحظة. طيب. أنا كنت 80 بالبصرة أمتحن بكالوريا. سادس علمي. فلزقوا الاسئله من بغداد تسربت بالقطار، يلزقوها انه على القطار الفجر توصل بالقطار للبصره. نعم. فالاجهزه الامنيه بزمن صدام كشفتها انحكموا 3 طلاب بالاعدام. طيب. 100 توسيل و100 عشيره اجت الصدام حسين بس يخفف حكم الاعدام. نعم. يعني شوف هذا الوضع وذاك الوضع. الى شنو هي الرساله؟ شنو الرساله اللي تحب توصلها؟
احب اوصلها انه النظام والقانون لازم لازم يستمر. يعني طيب. اذا حش السامع اذا لم تستحي فافعل ما شئت. طيب. يعني هذا صاير بلد التايه. طيب ابو محمد. نعم. يعني كركوك شهدت في الاسابيع القليله الماضيه تظاهرات مستمره احتجاجا على نتائج الانتخابات وبعد التعديل الثالث وايضا الرابع لقانون والتعديلات لقانون الانتخابات داخل قبة البرلمان والقرارات اللي خرج بها البرلمان. اليوم أيضا هناك خلاف حول أيضا قرارات المحكمة الاتحادية ما بين العد والفرز اليدوي لنتائج الانتخابات بصورة كلية أو بصورة جزئية. البعض يرى بأن الانتخابات وفي العراق أصبحت تجارة تتاجر بها الأحزاب على حساب البلد وعلى حساب المواطن من خلال رأي الشارع العراقي. ما لا ما نعم. العفو ماكو حاله جيده. نعم. ماكو دائره جيده. ماكو يعني مكان انه ما بي رشوه وما بي تزوير. حتى التقاعد العامه كل اي تقاعد شوف تقاعد كركوك شوف التزوير اللي بيها وشوف الفلوس اللي ياخذوها على مود يعطوك راتبك. نعم. زين مو بس الانتخابات مو بس النتائج الامتحانات يعني كل شيء كل شيء كل شيء تزوير. رشوة يا أستاذ ما تقدر تناقش مسألة واحدة بس وإنما يعني الفساد نخر حضم هاي الدولة كامل. طيب وأنا ممنون منك وأشكرك جزيل الشكر. تحياتنا لك أبو محمد من محافظة كركوك ونشكر مشاركتك واتصالك. أيضا مشاهدينا نذكر بعنوان الحلقة هل يدخل الجدل حول العد والفرز اليدوي الكلي و الجزئي تفسير العراق في فراغ دستوري. ناخذ اتصال ابو معاذ من الموصل. نعم ابو معاذ. السلام عليكم. عليكم السلام ابو معاذ. السلام عمر اخوي شلونك؟ حياك الله حبيبي. السلام عمر. احنا حقيقه قرارات المحكمه الاتحاديه كان لنا بها امل انه يعاد الفرز بالعبد الشامي يعني صناديق الاقتراع. حقيقة تأولت نعم. القرارات وأصبحت من عد شامل إلى عد جزئي. نعم. هذا حقيقة خيب آمال كثيرين من المرشحين ومن الناخبين بنفس الوقت. أستاذ عمر عيني هي القضية قرارات المحكمة الاتحادية ما كانت إلا تسويف وتمويع لطموح الشارع العراقي. لكن حصلت القضية تدريجيا. يعني تأميل شيئا فشيئا فشيئا حتى ينسى الشارع العراقي انه خرج من ساحة الانتخابات منتخب ومن ثم راح تذهب هاي الاصوات في مهد الريح. فما ظل نعمل حقيقه لا في قرارات الدوله ولا في قرارات المفوضيه ولا حتى في قرارات القضاة المسببين. نعم. القضيه تمويع وتسويف ونهايه المطاف راح هاي هي النتائج اللي ظهرت واللي قررت هي اللي راح تمشي على الناس. طيب. شاءوا ام ابوا، فهذا طيب. هو حتى يعني هناك دعوات برلمانيه بعدم المصادقه على نتائج الانتخابات. ابو معاذ. نعم استاذ عمر. نعم يعني دعوات برلمانيه بعدم المصادقه على نتائج الانتخابات من قبل المحكمة الاتحادية في إذا كان العد والفرز جزئي للمراكز اللي ذكرناها قبل قليل اللي حدثت بها طعون وتزوير أو أيضا يعني دعوات قضائية. أبو معاذ يعني اليوم المواطن كان يتأمل بتشكيل الحكومة بصورة سريعة على سبيل المثال أنتم في مدينة الموصل أو في محافظة نينوى لديكم الكثير من الطموحات لديكم الكثير أيضا من الجهود التي من المفترض أن تبذل لإعادة إعمار وأيضا الالتفات إلى الشارع العراقي وإزالة ما دمرته الحرب. هل أنتم متخوفون اليوم أنتم كمواطنين في مدينة نينوى خصوصا أيضا في ظل الوضع الأمني اليوم المربك؟ هل الشارع العراقي والمواطن متخوفين المرحلة القادمة؟ نعم أستاذ عمر لا شك أن الشارع الموصلي متخوف. نعم أستاذ عمر العفو. نعم كان عمر شو صار من طاقة. كان عمر عيني الشارع الموصلي متخوف من المرحلة القادمة بشكل كبير جدا لأن الحقيقة الآمال يعني لم ترقى للحد المغموق أو الحد اللي كان يطمح للشعب لأنه هاي الانتخابات راح تكون مزيها
وأنا ذكرت وياك بحلقة سابقة أنه كان طموحنا على أنه هاي الأجهزة تنقل الأصوات بكل أمانة وتفرز من سياقات وضوابط في بغداد، لكنه مع الأسف الشديد اللي ظهر هو خلاف هذا. احنا نعلم انه الخروقات الكبيره اللي حصلت فيها في انتخابات الخارج وانتخابات النازحين والحركه السكانيه، حاله المحكمه الاتحاديه هاي المراحل او المناطق الثلاثه او البرامج الثلاثه الى القضاه في حاله اذا ظهر خروقات في الصناديق او المحطات تلغى. طيب احنا نعلم انه كثير حطت في الاردن وحطت في تركيا وحطت في المانيا، هاي الدول الثلاثه عليها ضغط كبير بانه حطت فيها خروقات. هل يا ترى ان المحكمه الاتحاديه او القضاه المنتدبين العفو القضاه المنتدبين راح يتاخذون نفس الاجراء في حاله اذا ظهر خروقات في محطه راح تلغى؟ هذه تبنى عليها امال. آمال مرشحين لهم الامل بالفوز بعد ان سرقت اصواتهم وجاءوا نواب متنفذين واشتروا اصوات وصعدوا على اصواتهم وخسروا من هاي النتيجه. حقيقه طموحنا حقيقه ذهب مهب الريح. طيب يعني حتى العد والفرز اليدوي سواء كان كلي او جزئي، برايك ايهما يضمن حق المواطن او حق الشارع العراقي؟ انا من وجهه نظري انه العد الشامل والكلي هو اللي يضمن الحقوق. طيب نعم استاذ عمر. ابو معاذ من الموصل، نشكر مشاركتك واتصالك من شمشمار. رسول، نعم رسول. نعم السلام عليكم. عليكم السلام. بس يعني الموضوع على الانتخابات مو؟ نعم. الو رسول تسمعني؟ نعم اسمعك. رسول، موضوع حلقتنا، هل يدخل الجدل ما حول العدوى الفرج اليدوي الكلي والجزئي تفسير العراق في فراغ دستوري؟ اخي بس يعني انا ترى دقيت ما اريد اشارك بالبرنامج. طيب الله شاهد وحق الله ما عندنا بس شغل انا ما عندي بس رتناسي بالبزاز الله. رسول، برنامج اغلبيه صامته بعيد عن المناشدات الانسانيه، ونتمنى من متابعي الشرقية نيوز ومتابعينا ايضا بالالتزام بعنوان الحلقه، ونعتذر منكم ونتمنى بأن المرحلة القادمة بعيدا عن الخلاف والجدال السياسي ونتائج الانتخابات، نتمنى بأن تكون المرحلة القادمة أفضل لجميع العراقيين. نشكر مشاركتك واتصالك ونعتذر منك مرة أخرى. أبو صقر من أربيل. مرحبا أستاذ عمر. نعم أبو صقر. مرحبا أستاذ عمر. حياك الله. الله نحييك. والله أستاذ عمر بصراحة العراق صار كله تزوير. نعم. يعني تزوير بالانتخابات، تزوير بالأسئلة. نعم. بيع التراثي مال البرلمان. أبو صقر. مع نعم. المحافظة. أبو صقر إذا يمكن يعني تغير لي مكانك. نعم. هسه العدل راح يصير به تزوير يعني. العدالة لو أكو رجل عادل بالعراق. نعم. ها؟ يعيدون الانتخابات الوحيد اي قضاة نيموها القضية وطولوها والشعب ينتظر اليوم مباشر يشكلون حكومة، والله العظيم كلهم حرامية. طيب ابو صقر اغاتي يعني استاذ عمر، يعني تشوف الحال الامثل باعادة الانتخابات بعيدا عن الجدل حول قرارات المحكمة الاتحادية والعد الكلي او الجزئي او الفرز اليدوي سواء كان كلي لجميع المراكز او جزئي للمراكز الانتخابيه المشكوك في نتائجها؟ ابو صقر استاذ عمر الشعب. نعم. ما بثقه لا عد جزئي ولا كلي. نعم. الشعب ما بثقه يعني تعب الشعب وطلب، بس مثل ما قلت لك الحل الوحيد وهي عادة الانتخابات وربطها مع حتى ما يقول غيرات لمصاريف وفعالية انتخابية. نعم. بس هم نيموها يعني شغلة تزوير. طيب عضو بالبرلمان راح الخارج قال بلاش تزوير، بس يعني مو عيب احنا الشعب العراقي بلد المقصود وبلد الغيره والشهاره يصير بينا هيك شيء. وانا اشكرك استاذ عمر. حياك الله. ابو صقر من اربيل، نشكر مشاركتك واتصالك. ايضا يعني اليوم المواطن في حاله من الاستياء وردود فعل ايضا منذ 12 من اير وحتى هذه اللحظه، والعجز عن تشكيل
الحكومة بما شاب أيضا العملية الانتخابية من تزوير كبير وحتى خلافات حول قرارات المحكمة الاتحادية. الانتخابات في رأي المواطن العراقي بأنها مسيرة ومجرد روتين أصلا بحسب رأي محمد. أيضا برأي آخر بأن الدول الأقليمية هي من لها اليد الطولة بتشكيل الحكومة القادمة وما يجري أيضا من شد وجذب بين الكتل السياسية ما هو إلا ثانية. أيضا المواطن هو الواقع بها. أيضا موسى على نتائج الانتخابات في تركيا خلال ساعات، هذا يدل على إيمانهم بالعملية السياسية، ولكن الانتخابات في العراق أصبحت تجارة بين الأحزاب. أيضا فاضل يقول الحكومة حكومة فاشلة، سياسيين حرامية، ماكو مستحى، ماكو أي خجل. أهل البصرة اللي ضحوا ومن ضحى والجنوب منطيهم ما يمالح. شغل أيضا يعني دعوات حول الواقع الخدمي أيضا المتردي في محافظة البصرة وعلاقته بالعملية السياسية التي اليوم هي منشغلة بالخلافات والنتائج الانتخابية ومعوقات أيضا تشكيل الحكومة القادمة. نأخذ اتصال عدي من واسط. نعم عدي. السلام عليكم. عليكم السلام عدي، تعال الهواء مباشرة. السلام عليكم. عليكم السلام أخوة. بلا زحمة عليك، عندي بس هاي ما تقلل على شغلة التنفيذ مع بغداد. نعم، إذا كانت نصل لصوت التلفزيون وتبتعد لي عن انقطاع الاتصال. ولا نعم. إيش. عندي سيارة باسمي باسم رضا طه مصري. عدي، نتمنى بأن تعاود المشاركة والاتصال مرة أخرى. عدي من واسط لعدم وضوح الصوت ونفتح نهاية مشاهدينا الكرام أثناء الاتصال الاستماع عن طريق الهاتف والابتعاد عن التلفاز تلافيا لانقطاع الاتصال. وننوه أيضا بأن برنامج أغلبية صامتة بعيدا عن المناشدات، ونتمنى أيضا بالالتزام بعنوان الحلقة. وكما نوهنا في الحلقات الماضية فيما إذا كانت هناك مشاكل أو مقترحات لما يعانيه المواطن العراقي حتى نتناولها في الحلقات القادمة إن شاء الله، بإمكانكم طرحها عبر مواقع التواصل الاجتماعي أيضا الصفحة الرسمية أغلبية صامتة أو من خلال الاتصال عبر الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. الكثير من الأحداث ما بعد 12 من أيار وحتى هذه اللحظة، والتي لم يتم تشكيل الحكومة وسط استياء شعبي وغضب لما يعانيها اليوم أيضا الشارع العراقي من مشاكل كثيرة و من معاناة اليوم من خلال التعليقات والآراء. من كل تعليق من محافظة ومحافظة أخرى هناك مشكلة يعاني منها المواطن العراقي، يبحث عن حلول، يبحث عن مخرج للأزمة تخرج الشارع وتخرج البلد مما هو عليه اليوم، في ظل أيضا الخلاف وفي ظل أيضا الجدل حول العد الجزئي أو الكلي فيما خرجت المحكمة الاتحادية بقرارات، وأيضا ما نوقش داخل قبة البرلمان من تعديل أيضا قانون الانتخابات في الأيام القادمة، ومخاوف أيضا تراود الشارع العراقي للمرحلة القادمة التي تفصلنا أيضا خلال أيام بانتهاء عمر البرلمان العراقي، ومخاوف أيضا من تكرار سيناريوهات للسنوات السابقة لعامي 2010 و2014. البعض يرى بأن الحل الأمثل لإعادة الثقة وأيضا إعادة العملية الديمقراطية لمسارها الصحيح بإعادة الانتخابات بصورة شاملة ودمجها مع الانتخابات المحلية، ماذا استمر الوضع على ما هو عليه، لن تتمكن الجهات وحتى القضاة المنتدبين من إعادة حقوق الناخب العراقي. هذا ما عبر عنه أيضا المواطن من خلال التعليقات والرسائل حول أيضا إعادة العد والفرز اليدوي سواء بصورة كلية أو جزئية التي يراها بأنها غير مجدية إذا كانت بصورة
جزئية لعدم جودة وأيضا الخلل بالأجهزة الإلكترونية التي كلفت الدولة ما يقارب 100 مليون دولار خلال المرحلة السابقة. مشاهدينا أيضا نعود ونذكر بعنوان الحلقة لهذا اليوم حول المعوقات وأيضا الجدل حول العد والفرز اليدوي الكلي والجزئي، هل يدخل هذا الجدل بتفسير دخول العراق أو بفراغ دستوري؟ نوه أيضا بإمكانكم المشاركة بالاتصال عبر الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة أو من خلال إرسال الرسائل والتعليقات عبر صفحة أيضا التلفزيون الشرقية مشاهدة البث المباشر وأيضا عبر صفحة أغلبيك صامتة. وأيضا حول الخطوط المشغولة بإمكانكم إعطاء رأيكم من خلال مواقع التواصل اللي نوهنا عنها قبل قليل، وأيضا في ظل تساؤلات حول ومطالب أيضا بمحاكمة الفاسدين والمقصرين، واليوم التساؤلات أين هو العقاب وأين هي القوانين وأين هو دور مجلس النواب العراقي اليوم الذي هو منشغل بحسب رأي سفيان بتشريع القوانين الخاصة بالانتخابات، ولكن لم نرى مجلس مفوضين أو من استخدم المال العام أو أغراض أخرى لغرض التزوير والتلاعب بنتائج الانتخابات، حتى التحقيقات الخاصة بحرق الصناديق عفوا وآخرها أيضا تحطيم أجهزة العد والفرز الإلكتروني. ولا ننسى أيضا بأن هناك دعوات كثيرة لأيضا محاسبة الفاسدين وأيضا من تلاعب بأصوات الناخبين، بالإضافة إلى المطالبة بالعد والفرز اليدوي الكلي وليس الجزئي لضمان حق الناخب، وعدم أيضا انعدام الثقة بالأجهزة الإلكترونية وانعدام الثقة بالعملية السياسية بصورة كاملة. أيام فقط، 6 أيام أو أقل من ذلك تفصلنا أيضا عن نهاية عمر البرلمان الحالي، وتنتهي أيضا سلطة أو صلاحية البرلمان التشريعية وأيضا الرقابية، ومخاوف أيضا من دخول العراق في فراغ دستوري ومخاوف من دخول في حالة من الفوضى وأيضا من الدخول البلد في نفق مظلم وسط أيضا ما يشهده اليوم الشارع العراقي من خروقات أمنية كثيرة ووضع أيضا صعب بصورة عامة ما يعانيها اليوم المواطن من مشاكل كثيرة أبرزها الواقع الخدمي الذي يعرق الشارع العراقي. أيضا مشاهدينا نذكر بعنوان الحلقة، هل يدخل الجدل حول العد والفرز اليدوي الكلي والجزئي تفسير العراق في فراغ دستوري؟ ونذكر أيضا بإمكانكم المشاركة بالاتصال عبر الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة أو من خلال إرسال الرسائل والتعليقات عبر الصفحة الرسمية والوحيدة أغلبية صامتة أو من خلال مشاهدة البث المباشر عبر صفحة تلفزيون الشرقية. أيضا أرجو متابعة موضوع حمايات النواب المتقاعدين الحديث أيضا حول المناشدة راح نقرأها أيضا الحديث عن الرواتب والشكاوى حول الخاصة بالرواتب للحمايات. نأخذ اتصال رعد من بغداد. نعم رعد. ألو. نعم رعد. رعد أنت على الهواء مباشرة. السلام عليكم. عليكم السلام. أستاذي إحنا عندنا مخطوفين على موضوع المخطوفين اللي في كركوك. طيب. يعني إحنا لا نعرف لا رجلينا ولا رأسنا. حرنا وين نروح؟ وين تطوجونا؟ تروح للدولة يقول لك مو بدينا، ترجع يقول لك مو بدينا. نعم. ناصر يسطى التلفزيون رعد.
يعني ناس لها ناس وصا معين. الو رعد تسمعني؟ اذا امكن نصل لي صوت التلفزيون او بتبتعد لي عنه حتى نتمكن من سماعك بصوره او تتمكن من سماعي بوضوح. نعم اسمعك. نصل لي صوت التلفزيون رعد. نصيته. طيب. يعني حتى خمس نفرات من عائله واحده، يعني العالم انهدم بيوته، شو تسوي؟ طيب، اي تاريخ انفقدوا؟ شنو الحل؟ نعم. رعد من بغداد، نشكر مشاركتك واتصالك ونتمنى لهم يعني بالعودة، وأيضا يعني مطالبات عن كشف مصير المفقودين أو المقتطفين ومهما كانت المسميات، ولكن النتيجة واحدة، مطالبات كثيرة أيضا بكشف مصير المفقودين وأيضا ممن اقتطفوا على يد تنظيم داعش في الأيام الماضية، ومطالبات أيضا للجهات المعنية من خلال الرسائل أيضا بكشف مصيرهم وأيضا بإعادتهم. أيضا محمد، يعني بإمكانك إعطاء رأيك بتعليق سواء على البث المباشر أو من خلال إرسال الرسائل. كما ذكرنا استمعنا مشاهدينا الكرام إلى العديد من الآراء حول العملية الانتخابية وما تم أخذ عنها من بعد 12 من أيار حتى هذه اللحظة، وصولا إلى الجدل حول قرارات المحكمة الاتحادية بإجراء العد والفرز اليدوي بصورة كلية أو جزئية، وهل يدخل العراق بفراغ دستوري، ومخاوف أيضا الشارع العراقي من المرحلة القادمة واستمرار هذه الخلافات في ظل إصرار برلماني وأيضا قرارات من أو ما خرجت به المحكمة الاتحادية، وأيضا قرار القضاة المنتدبين من فوضية الانتخابات، وسط أيضا صمت ومراقبة الأحزاب الفائزة وأيضا مستمرة بتشييل التحالفات حتى هذه اللحظة، بالرغم من السخط الشعبي وأيضا المخاوف، وأيضا بالرغم من استياء من العملية الديمقراطية وانعدام الثقة، لأنها ما زالت حتى هذه اللحظة بالرغم من عدم البت بنتائج الانتخابات وإعلانها بصورة نهائية، أنها ما زالت مستمرة. ورأي المواطن العراقي بأنه ما يجري اليوم بحسب أيضا التعليقات والحديث، بأنه يتساءل المواطن أخبار حكومتنا ومتى تشكل أو تشكل الحكومة العراقية القادمة التي ينتظرها المواطن بفارغ الصبر، بأن تكون حكومة وطنية تنقذ العراق، وأيضا مما يعانيه اليوم من مشاكل وأزمات. أيضا مشاهدينا، نسلط الضوء على بعض الآراء والتعليقات بخصوص أيضا حلقة اليوم. هناك الكثير أيضا من المشاكل والمناشدات اللي يعاني منها المواطن العراقي، اللي يعاني منها المواطن العراقي سواء على الواقع الخدمي أو انعكاس العملية السياسية وتأخر تشكيل الحكومة على الواقع البلد بصورة عامة. سيتم إعلان النتائج وفق تطلعات من قبل كريم وفق تطلعات الأحزاب السياسية وسط الشد والجذب. لا أعتقد بأن العراق سيدخل في فراغ دستوري، وأن دخل في فراغ دستوري فهو لمصلحة جهات تريد من أو لتعزز وجودها عن طريق إدخال البلد بإشكالات ودوامة، وبالتالي اللي أحرق صناديق الاقتراع واللي قتل موظف لكسر أجهزة العدوى الفرز الإلكتروني، أتوقع منه بأنه يعمل أي شيء حتى لو حرق البلد يكمل مثل ما حرق أصوات الناخبين. مشاهدينا، بهذا التعليق نختم حلقتنا لهذا اليوم. نشكر لكم طيب المتابعة، إلى اللقاء.